إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. سؤال: هل يؤثر مرض الزئبة الحمراء على الكبد؟ مرض الزئبة الحمراء مرض مناعي بيصيب الجلد والمفاصل والأوعية الدموية والرئتين وأعضاء كتير بالجسم منها الكبد. الكبد ممكن يتأثر في مريض الزئبة الحمراء، ممكن يحصل فيه ارتفاع في إنزيمات الكبد بسبب مرض الزئبة نفسه، بيحصل في حوالي من 3-23% من مرضى الزئبة الحمراء. لكن ممكن ما يكونش الارتفاع في الإنزيمات ده بسبب مرض الزئبة نفسه، ممكن يكون مثلا بسبب الأدوية، بسبب أحد الأدوية اللي بياخدها المريض ده لعلاج الزئبة، وممكن يكون بسبب حدوث التهاب كبدي مناعي جنبا إلى جنب مع مرض الزئبة الحمراء. وبعض الدراسات كمان قالت إن مرض الزئبة الحمراء ممكن يكون مصحوب بدهون كبد مرضية تتسبب في ارتفاع الإنزيمات، تتحسن الدهون المرضية دي والإنزيمات تنزل مع علاجات الزئبة الحمراء، مجرد ما نعالجها الإنزيمات تنزل. علشان الحاجات دي كلها من التعليمات الهامة جدا لكل مريض من مرضى الزئبة الحمراء هي متابعة إنزيمات الكبد بصفة مستمرة. فاصل وهنعرف معلومة جديدة. من أحد المضاعفات الصعبة جدا للإمساك المزمن هو حدوث مشكلة اسمها الشرخ الشرجي، يعني حدوث خدش أو جرح في فتحة الشرج بسبب صلابة البراز اللي بتحصل بسبب الإمساك المزمن. أحيانا الشرخ الشرجي ده بيحصل للسيدات بعد الولادة. ممكن يكون سبب حدوث الشرخ الشرجي أمراض التهابات الأمعاء المزمنة زي داء كرونز. الشرخ الشرجي أعراضه ألم شديد جدا وصعب أثناء التبرز أو بعديه، وممكن يعمل دم أحمر فاتح يظهر مع البراز، وممكن الشخص المصاب يشعر بوضوح بالشرخ ده في الجلد حوالين فتحة الشرج. عادة الشرخ الشرجي بيلتئم تدريجيا خلال 8 أسابيع، وفي بعض الأحيان ممكن يبقى مزمن ويحتاج للجراحة. علشان نتفادى حدوث الشرخ الشرجي لابد من تفادي الإمساك. إزاي؟ بشرب سوائل ومية كتير، تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ممارسة الرياضة بانتظام. الحاجات دي هتخليك تتغلب على الإمساك وبالتالي هتقيق من حدوث الشرخ الشرجي. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.